طيب خلينا ننتقل للصحافه، وانا عماله اجهز من دلوقتي للصحافه لان في لا في كلام كتير جدا تحديدا كمان عن محمد صلاح امبارح، بس خلينا نروح قلب الدنيا والصحف الانجليزيه. انا لسه لو سمعتني انا كنت بتكلم في الموضوع ده، لان الصحف الانجليزيه امبارح لا حديث لها سوى عن محمد صلاح وفكره صناعته للهدفين امبارح والتفوق بتاع ليفربول. يعني امبارح كان في رسائل كتيره جدا، بس خلينا نروح لمقر جريده اليوم السابع ومراسلتنا نورهان تمام ونتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. نورهان بنصبح عليكي، صباح الخير، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، والحمد لله على سلامتك يا كريم ووحشتنا. احنا هنا من مقر جريده اليوم السابع زي ما عودناكم نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه. واول خبر معانا من موقع اليوم السابع، الانديه تجتمع اليوم باتحاد الكره لانتخاب رابطه المحترفين. تعقد اليوم أندية الدوري الممتاز بمقر اتحاد الكرة المصري يعني اجتماع لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة، وده طبعا استعدادا للموسم الكروي الجديد. وكان اتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطاب رسمي لكافة الأندية لإرسال أسماء ممثليهم بحد أقصى يوم 14 سبتمبر الجاري. ومن موقع الشروق، مستشار رئيس الجمهورية عن عودة الجماهير، هناك شروط ولن نتخذ قرارات عشوائية. كشف محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية عن نية مسؤولي الدولة المصرية بعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات. وقال محمد عوض في تصريحات يعني تلفزيونية نقلتها أو نقلتها جريدة الشروق، نفكر جيدا في العودة للجماهير للمدرجات، نفكر جديا في العودة للجماهير مرة أخرى للمدرجات، ولكن هناك شروط وضوابط لابد التماشي عليها خاصة في ظل تزايد أعداد يعني أو تفشي فيروس كورونا. ومن جريدة الشرق الأوسط، بطولة فرنسا سان جيرمان في مهمة صعبة أمام ليون بعد صدمة دوري الأبطال. النهاردة الساعة 9:15 باريس سان جيرمان هيستضيف نظيره ليون في مباراة هي الأهم داخل أو يعني الأهم في يعني منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وتحديدا في الجولة 6 من البطولة على ملعب حديقة الأمراء. وده طبعا بعد ما يمكن تعادل مفاجئ لباريس سان جيرمان أمام كلوب بروج البلجيكي في بطولة دوري الأبطال. ومن موقع روسيا اليوم، ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية الفردية. لازال البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ بيواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد ما سجل 13 هدف متتالي على ملاعب خصومه بعد ما كان متساوي مع النجم طبعا مولر ب 12 هدف فقط. اما بقى يا نهاوند والخبر اللي يمكن طبعا انت اتكلمتي عليه في بدايه الفقره، ومن موقع الجمهوريه اونلاين، كين بالمقدمه وصلاح وصيفا وكيفن الثالث اغلى 10 لاعبين في الدوري الانجليزي. طبعا محمد صلاح بيقدم مستويات فنيه كبيره جدا وعاليه جدا داخل الدوري الانجليزي، وزي ما قلتي الصحف الانجليزيه والصحف الاعلاميه كلها اتكلمت عن محمد صلاح. يمكن كمان قدوم كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد كان في بعض الصحف قالت ان المنافسه هتكون اقوى ما بين الثنائي، ولكن محمد صلاح بيفرض اسمه وبيفرض يعني طبعا اداؤه القوي مع فريقه ليفربول، وياتي وصيفا حسب ما ذكرت جمهوريه اونلاين او نقلا عن موقع ترانسفير ماركت الان انه هاري كين قائد فريق توتنهام ونجم منتخب انجلترا هو الاعلى راتب داخل الدوري الانجليزي بسعر 120 مليون يورو، وصلاح في الوصافه ب 100 مليون يورو بالمشاركه مع عدد اخر من اللاعبين. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريده اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. يعني احنا عمالين نسمع ملايين اليوروهات كريم، لو 120 لو شفت يا نورهان يعني ملامح واحنا بنتكلم. نشكرك جدا على هذه التغطيه، الارقام جارحه. ولكن بالنسبه لابو صلاح ربنا يزيده ويبارك، احنا مبسوطين وعايزين له يعني المزيد والمزيد من التالق، لانه الحقيقه يعني مفرحنا ومشرفنا ومصيطنا في الدوري. نشكر زملائنا الاعزاء.